ان شاء الله حطيت سكه؟ لا 20,000 مره يعني معقوله كل يوم بدي لك حطيت سكه؟ والله حطيت. شو رايك تيجي ابوك يخلي يشرب قهوه معنا؟ يلا طاير عقلي انه بابا عنا. يا ستي الله يثبت علينا العقل والدين. بابا بابا ابو سليم شو صار له؟ ما عم يرد. يا ستي شو بده يصير له يعني؟ بيكون تعبان من سفرة امبارح، تركينا هيك. يعني. صباح الخير. اهلين عمي، يسعد الصباح. اهلين يا ابي. اما شو هالمينا اللي عندكم؟ عليم الله من جم كراتين قدامه. عمي نحن شو بدنا بهالكراتين كلها؟ لك هدول بقولي هدول الكم. مشان شو يا ابي؟ لك بلزموكم بنتي، بلزموكم. شو بيلزمونا؟ ما بيلزمونا. لك يا بنتي يا بنتي ما في شيء ما بيلزم. هذاك اليوم بنت خالتك رشا لتم القطه عندهم، ايه ما كانت تلاقي، راحت دقت على الجيران فجأتهم بنص الليالي وما كانت تلاقي كرتونه، عجبك هيك؟ طيب وبكره اذا ردتم تنتقلوا ما بتحطوا فيهم صحون او كاسات؟ لك بنتي وقتها تازيهم بدور عليهم البلد كلها وما بتلاقي. عمي الكراتين مع باية الدنيا، وقت بيلزمنا مننط على اي دكان منجيب اللي بدنا اياه. لك ضروري تنط مثل القط وضروري تدور بالبلد كلها مشان كرتونه. لك يا ابني هدول بيكونوا تحت ايدك، بتحطهم بالسقيفه، ايمت ما ردت بتحط شلهم وبتنزلهم. لا لا لا، السقيفه متروسه ترس يا ابي، ما في محل. انا قلت على السقيفه مثلا مو ضروري على السقيفه، حطيهم زاويه من زوايا البيت ما راح تضيق الدنيا فيهم. قومي لك بدي الله يرضى عليكي، قومي خبي الكيس. شوفي بالكيس هذا في اناني فاضيه وانا فاضيه، بس يروح جوزك على الشغل بتحطي له زواده في الدنيا. عمي بالشغل عنا بوفيه ما في داعي للزواده. هلا اكل البوفيه افضل من اكل البيت ولا انت مالك سائل عن معدتك؟ جوزي ما بيحمل اكل لو مات من الجوع، قال شو بيستحي. طيب بكره اذا رحتوا سيران او رحلات لك بتحطوا الاكل فيهم احسن ما تحطوا الاكل بالكياس وينكب الزيت على هالغراض. يا بتعال اشرب قهوتك ولا حط لك فطور. لا 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 ما بدي افطر، بدي اروح لحق. شو بدك لحق عمي؟ وانا وجاي شفت طالعين ببناية وهدول ممرجية بيكونوا مسامير كتير، لذلك بدي لحق. عندي شنطاية كتف. بدي شنطاية كتف الشغلة؟ تقبش قلبي مقلزك. طبعا بدها شنطاي، كمان بدها شنطاي. هدول مو بس بيكبوا بسامير، كمان بيكبوا شرايط رفيعة. عمي نحن شو بدنا بقصائص الشرايط؟ لك احسن ما تشتروا، بكره بس تنسبوا الصوبيات، انا بوصلهم ببعضهم وبتستعملوهم وبتوفروا على حالكم. عمي نحن هون ما بنركب صوبيات، ما بصير عندنا برد كثير. لك الا تعالوا شغلي لك ابني، ضروري تخليني ما تاخذهم، لك. الله يرضى عليك يا رضا، لا تعمل مثل ابو سليم. ليش شو بيعمل ابو سليم؟ لانه بيحكي بشغلات ما بيفهم فيها. ايه شو جاب مثلث برمودا على الارجنتين؟ مثلث برمودا فوق. لا اخي ايه مو ضروري مثلث برمودا، مثلث ثاني تحت. لا تفاول على الرجال، يروح ويرجع بالسلامه. اذا عم تستنى رجعته مشان يعطيك عنوان جلنار، ايه ما راح يرجع بالسلامه. رضا غير لي الحديث، جلنار مو موضوع الحديث. اذا بدك انا نضل اصحاب لا تجيب سيره منون. ايه شو عم نسبها نحن؟ انت بتحب نقعد نحكي عن مرتك شيء؟ ايه بس جنار مو مرتك، لو كانت مرتك ما كنا حكينا بالموضوع. رح تصير مرتي بنهاية المطاف، رح تصير مرتي. لا تكون واثق من نفسك كثير، بركي المخلوقة متجوزة، شلون بدها تصير مرتك؟ حتى لو كانت متجوزة ما بصير تقعد تحكي على نسوان العالم، إذا ما عندك غير الموضوع خليك ساكت. اخ والله لك وحشة يا أبو سليم، بس تكون موجود ما في داعي حدا يحكي منوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو عمر، تفضل عود. انا مو جاي اعود، بس جاي اطمنك انه ابوها ما قرف رابتي، كل شيء تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. مو معقول اللي عم يصير، مو معقول. تعالوا عم لك هذا الموضوع ما بيسكت عنه نهائيا. اي موضوع الزباله اللي عم يجيبها ابوكي، صرت قاتل 5 صواصير بالمطبخ. عم تمزح؟ لا ما عم بمزح، عم بحكي جد. منين اجوا؟ شو بعرفني؟ من العفش اللي عم يجيبه ابوكي. اذا تحت التخت وغرفه النوم حاطط لي كراتين.
فالحكي هو بحبك كثير وبيحترمك. بدي احكي معه، لازم احكي معه، هذا الموضوع ما بينسكت عنه، بس تعرفي شو يعني خايف يفهمني غلط او يزعل. منك ما بيزعل، لا تخاف. يا روحي لو عنا مثلا سطح او ابو او بيت ثاني، صدقيني بعطيه مفتاح وبقول له تفضل حط اللي بدك يا فيه، بس ما في هون محل ضيق. ابن عمي بلا مقدمات، انا موافقتك على اللي بدك اياه، شو ما كان رد فعل ابي. هلا بدك تقومي ترقصي مثل ترباع رح تنبسطي. ليش يا ابي شو في؟ جبت لك اغراض اذا فتلت الشام كلها ما بتلاقي مثلهم. شو هن؟ هدول اناني، اناني مثل مسهرجات بنحطوا على الشبابيك. اي والله شوفي ما احلاها. وي كمان شوفي لها، وي الثانيه ما احلاها هي كمان. اي والله شو هالاناني هي يا ابي؟ لك ما فيها شيء، هي اذا عملتي لهم وشين جلي بيرجعوا كانه طالعين من المعمل. عمي بصراحه لا تزعل مني، هدول الاناني مو حلوين وبيهووا. بالعكس انت عم تحكي هيك لانه موسخين، بس ينحطوا على الشبابيك بصيروا موضه مثل ما عم بقول لك. عمي ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟ ايه طبعا تفضل. سهام تركينا لحالنا شوي. خير سهري؟ كأنك متزوج من شي. عمي انت يعني عندك شك انه انا بحبك؟ لا يا سهر لا، انا لو عندي شك ادراس الدبوس ما بقعد عندك ولا يوم واحد. معناتها مسيك. مشان ايش مسيك؟ بدي احكي معك كلمتين، يا بتوعدني انك ما تزعل، يا اما بتوعدني اذا زعلت بتلقني بهي، لا تضربني غير فيها. شو هاي؟ الشحاطه بايدك. لا يا صهر لا، انت كبير القدر، احكي. وعد شرف ومن هالشوارب، لو تذبحني من الوريد للوريد ما بزعل منك. انت غالي صهر. تسلم عمي، معناتها رح احكي بصراحه. شغله جمع هالاغراض يا عمي مو محموده. ما فهمت. يعني والله ماني عارف انا شلون بدي احكي، بلا مؤاخذه يعني عندي بالشغل عم يحكوا عنك نكات. عندي انا؟ ايه انت عمي. ومنين بيعرفوني لحتى يحكوا عني نكات؟ وانا بعدها شو عملت لحتى يحكوا عني نكات؟ منين بيعرفوني اصلا؟ كل اللي صارت تعرفها، عم بيقولوا في واحد جاي من الشام عم يلقط اناني وكرتين. بصراحه كنت حاب اخذك اعرفك على زملائي، استحيت. يا لطيف شو هالناس بتلت بتعجن، شو عملت انا؟ عيب يعني اذا جمعت، وعيب اذا واحد اشتغل اولاده؟ بس اولادك يا عمي مو محتاجين، الله عاطيهم وكافيهم. المشكلة كيف بدي صور لك اياها؟ انت عم تاخذ هالكراتين والاناني من اليتامى والارامل، هدول الناس عايشين عليك، انت عم تحرمهم منها، هن بيلقطوها وبيبيعوها، انت عم تيجي تاخذها هيك ببساطة عم تحرمهم منها، حرام. حرام يا عمي، اتقي الله، اتقي الله يا رجل، ما بيصير ما بيصير. هدول عم يروحوا على الحاويات يلاقوها فاضية، عم يسبوك. ايه ايه عم يسبوك، انا سمعان مسبتك بإذني، عم يسبوك ويسبوا اللي جابك على اللاذقية. انا يعني كتر خيرك يا صهري، والله يجزيك الخير. هاي اول مرة واحد بينبهني على هالشغلة ويفتح لي عيوني. يا لطيف قديش انا اذيت عالم من غير ما احس. بس انا على علمي انه سليم وعصام يعني لفتوا نظرك لهذا الموضوع. لك هدول ما كانوا عم نبهوني، هدول كانوا عم جاكروني هن ونسوانهم. بس هلا انا بوعدك وعد شرف انه ما بيصير الا الشيء اللي بيرضيك. خلص علبه البوايه، ليش ما قلتي لي؟ شو صار بالفطور؟ قولي لي شو صار؟ تاخرت على شغلي. ألف مرة قلت لك نعمل مونيلا إلا بدك تعمل مثل أوروبا، كل يوم بيومه. لك يا عيني، حدا بيصح له ياكل أكل تازة بيقول لا، كانوا يعملوا مونيلا لأنه كانت الخدمات سيئة، هلا كل شيء موجود الحمد لله. إيه بس حضرتك نسيان تجيب أكل مبارح، البراد عم يصفر. مستحيل، مبارح جبت علبة جبنة وعلبة لبنة وعلبة زبدة وعلبة حلاوة، ومو بس هيك، من الخضرة والفواكه جبت كيليين كيليين على الماشي. إيه ما في شيء. شو هالحكي هذا؟ مستحيل.
أبوكي في بالليل بياكل شيء؟ بالله حتى إذا فاق ما بيقدر ياكل كل اللي عديته. لكن وين راحوا؟ شو بعرفني؟ طيب ماشي، جيبي لي شقفة خبزة، بدي آكل خبز مشان ما أدخل على الريق. ليش مين قال لك في خبز؟ كمان خبز ما في؟ ما في. امبارح جبت ربطتين وين راحوا؟ ما في. صباح الخير. صباح النور. اما شو عم يدعوا لكم هدول العمال اللي تحت؟ الله اكبر. انا عمال عمي لك هدول اللي عم يحفروا هاتف ولو ما شبعوا الله يصلحكم. ما عندكم مونه؟ ليش عم تسال؟ اخذت الاكل اللي بالمرات ما شبعوا كتار، رجعت لاخذ ما لقيت شيء. فطرت العمال؟ لك مستاهلوا هدول تاع عيبه، لازم ياكلوا وهيك صهري. مزبوط عمي. الله يجزيك الخير إلهي. يا الله يجزيك الخير. أنت اللي فتحت لي عيوني، يعني لو ما حكيت معي هداك النهار كنت لهلأ عبلم أناني وكراتين. الله يعطيك العافية يا عمي. يلا اسمحولي أنا دروع شغلي. بدك شيء؟ بدي كل شيء. على عيني. لا 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 استنى، هذا نزلي أنا وياك سوا، لسه بدي أعمل لهم ريق شاي تاني لأنه كله شربوه. بعدكم غير هالإبريق أو إبريق أكبر شوي.